للوقوف عند تخصيصات المحافظات المنكوبة في موازنة العام الحالي، ينضم إلينا عبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، أهلا وسهلا بكم. المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية في الفترة الأخيرة غير صالحة للحياة، لكن لماذا تأخرت إعادة إعمارها رغم ما يزيد عن 3 سنوات على انتهاء العمليات العسكرية؟ من المتسبب في ذلك دكتور حامد؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، تحياتي لكم ولجمهوركم الكريم. الحقيقة الموازنة هذه موازنة سياسية، وحتى قضية إعادة الإعمار وإعادة النازحين والمهجرين إلى مدنهم وإلى بيوتهم أيضا عملية سياسية تندرج ضمن التغيير الديموغرافي اللي شهدته المدن عموما، وخصوصا اللي اجتاحتها داعش وثم حررت من داعش، ولم يعد الآن أغلب سكان هذه المناطق هذه المدن، زائد أيضا التغيير الديموغرافي اللي تشهد أيضا حتى المدن الأخرى كبغداد مثلا في حزامها، حزام بغداد اللي الآن أعتقد كان حديثكم السابق مع ضيفكم الكريم. أنا الحقيقة الآن التغيير هذا اللي حدث لم يعد خافي على أحد، أن هناك يعني هيمنة حقيقة بالقرار السياسي والميليشياوي على هذه المدن وعلى الميزانية. الموازنة أيضا شهدت هذه العملية، يعني الموازنة هي سياسية راح تشهد صراع طبقي واضح يعني لهيمنة المافيات وعوائل فاسدة على ثروات البلد بصورة عامة وعلى قرارها السياسي وعلى كل مقدرات البلد وحتى على يعني مستقبل أجيالنا القادمة. الحقيقة الحصص اللي إذا تطرقنا إلها بجدول حصص المحافظات المدمرة بالذات، يعني نشوف مثلا على سبيل المثال نينوى يعني 124 مليار دينار، الأنبار 95 مليار دينار عراقي، وصلاح الدين 68 مليار. مجموع التخصيصات يعني أو الحصص لثلاث محافظات مدمرة أو شبه مدمرة، بعض المناطق بها يعني مثلا موصل مدمرة بالكامل، يعاد إعمارها مثل ما تفضل أحد التقارير أو التقييمات الدولية تحتاج إلى 10 مليار دولار. يعني هذه التخصيصات لا تسد رمق مثل ما يقولون السكان حتى إذا عادوا إلى ديارهم، فما بالك إعادة الإعمار. هذه الحصص مجموعها لمدن لثلاث محافظات اللي ذكرت آنفا اللي هي مجموعها 287 مليار دينار عراقي، وهو أقل محافظة من المحافظات العراقية الأخرى، يعني أقل حصة الحقيقة مجتمعة هذه المحافظات من محافظة أخرى لا يمكن أن الآن نذكرها، لأنه القضية ليست منافسة ولا قضية تفضيل محافظة على محافظة أخرى، بالعكس احنا نريد كل المحافظات العراقية يعاد إعمارها وتعاد البنى التحتية لها وتتوفر مشاريع وفرص عمل للعاطلين ورفع لمستوى المعاشي. لكن الحقيقة لا يوجد توزيع عادل، بدليل أنه يعني المدن الشمالية أو المحافظات الشمالية يعني حصتها 13.9% من الموازنة اللي جمعت تقريبا 10.9 تريليون. هذه طبعا لا بأس أنه إحنا نوفر لكل المدن العراقية، هو هذا طموحنا. لكن السؤال الكبير اللي يواجه الحكومة ويواجه الشعب العراقي الآن بعد ما أقرها المجلس النواب البرلمان بمساومات وبصفقات خلف الكواليس، هل هذه الموازنة ستذهب إلى فعلا إلى مصلحة الشعب العراقي، إلى إعادة إعمار، إلى سد حاجة الشعب العراقي من مشاريع من بنى تحتية، أم أنها ستذهب إلى جيوب بعض الفاسدين؟ وهذا ما يعني تقريبا شكك به كبار المسؤولين حتى من الكتل السياسية نفسها، وكبار المسؤولين أثار هذه النقطة، يعني حذروا من أنه هذه الموازنة يعني نسبة كبيرة من عندها ستذهب إلى جيوب المافيات الفساد. هذه طبعا تحذير واضح ويدل دلالة واضحة على أنه هناك مخاوف حقيقية أن هذه الميزانية حالها حال الموازنات السابقة لا يمكن أن تقدم خدمة كاملة
لاقتصاد عراقي ولدورة اقتصادية من إعادة إعمار ومن خطط تنمية وغيرها. هذه طبعا شيء ليس بجديد يعني. طيب. بدليل أنه فضل دكتور حامد، يعني تخصيص الأموال هل هو سياسي أكثر منه خدمي؟ هل هذه هي المحاصصة الطائفية والحزبية؟ بالتأكيد يعني شفنا إحنا الدرجات الوظيفية اللي وزعت، يعني كتلة سياسية فرضت على مجلس النواب أن حتى يصوت على الموازنة أن يسوي كومبرومايزنج، يسوي مساومة أنه وافقوا لي حتى وافق لكم، تتفقون على هذه. أخذ 30,000 مثلا درجة وظيفية، الآخر أخذ 35,000 درجة وظيفية لتسويق الكتل هذه بالحملة الانتخابية للانتخابات المبكرة القادمة. يعني هذه طبعا عملية ليس فقط سياسية، عملية يعني تثبيت إمكانية البقاء استمرار هذه الكتل السياسية للمرحلة القادمة، يعني ضمان أنه هذه الكتل تبقى فتأخذ الدرجات الوظيفية، تشتري أصوات يعني تمنح لهم الدرجات هذه الوظيفية، هم وعوائلهم جيبوا بطاقاتكم وامنحونا أصواتكم وإحنا نعطيكم وظائف بغض النظر عن الكفاءة والمؤهلات وحاجة الدولة إلى هذه الوظائف. لذلك العملية عملية واضحة، هي عملية انتخابية سياسية، عملية فساد. طيب. واضحة الحقيقة. دكتور حامد، هل تعتقد أن مصطفى الكاظمي يجرؤ على أن يخطو خطوة إعادة إعمار المحافظات المنكوبة المدمرة بعيدا عن ضغوط الميليشيات والأحزاب؟ تعتقد ذلك؟ هل لديه الجرأة في ذلك؟ لا هذا صعب جدا جدا. يعني الآن الحكومة ليس بمقدورها الحقيقة التعامل مع هكذا قضايا مصيرية الآن تواجه وأزمات داخلية تواجه العراق، يعني هذه صعبة جدا لأنه مفاصل السلطة الآن بيد الكتل السياسية. يعني شفنا أنه حتى تأخير الموازنة إقرارها بدل ما تقر نهاية السنة الماضية في الأشهر الأخيرة، يعني العاشر والدعش حتى الثانعش ممكن مع التأخير اللي بيها، لكنه مددت إلى إحنا الآن دخلنا مثل ما نعرف الشهر الرابع، يعني قررت قبل يومين ثلاثة، معناها أنه تأخير 4 أشهر تقريبا أو 3 أشهر عن الحدود اللي معقولة. هذا سببه كان هي صفقات، يعني يخلوها في آخر ساعات لإحراج بعضهم من بعض. نعم. ثم الاتفاق بعد ما يصعد يعني الاستياء الشعبي مثل ما عرفنا أنه في قضية الموازنة وارتفاع الأسعار وتبرير قضية حتى العملة، يعني سعر الدينار العراقي وغيرها. هذه كلها صفقات سياسية الحقيقة لا مصلحة للشعب العراقي ولا للعراق عموما بإعادة إعمار مصلحة بيها. عبر سكايب من أربيل الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لكم.